ثلاثة رجع لكلها معنا مباشرة نبيل معلول صديقنا نبيل معلول في المباشرة. نبيل أهلا وسهلا بك. مرحبا بك جمال ومرحبا بكل مستمعين إذاعة جورة. نبيل أول حاجة تأكد لنا الأخبار ولا لا، لأنه يظل لي يعني مثلا ماهوش مخبي الأخبار، ولكن التأكيد مازال ما سمعناكش تحكي أنت، ما سمعنا حتى حد رسمي يحكي على الموضوع هذا. والله بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف معناها لا ديسيزيون ما ريفيان با، المفاوضات بدات قبل ماتش سي اس اس بالضبط باش الناس الكل تبدا على العلم، قبل مباراة نادي الرياضي الصفاقسي. بعد المباراة معناها قعدت جلسة طويلة أنا وسي حمدي وسيف النور، جلسة كبيرة طويلة معناها عطيت موافقتي المبدئية. الترجي الرياضي عائلتي الثانية، هذا ما يخفى على حد، لكن تعرف أنا عندي عقد يربطني بالجزيرة الرياضية ويلزمني ناخذ موافقة الناس، خاصة وأنا عندي معناها بندي نص على تعرف عن ما عنديش مدة من اللي بديت معاهم، وهذه المرة الثانية يا جمال. إذا كان المرة الثالثة إذا كان باش نعاود نعملها تقول لي صعيبة شوية، لازم ناخذ الأمور بهداوة ونتحول إن شاء الله حنعديو المباراة هذه الصعيبة معناها تاع الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعبها مع الثاني في الترتيب، وبعد ذلك معناها نتحول ان شاء الله في مع المسؤولين على قناه الجزيره الرياضيه باذن الله. نبيل، انت كنت صرحت بعد كاس العالم للانديه، قلت جيت هزيت القاب في وقت قياسي، يعني نجحت مع الترجي. حاليا قرار وقتها نذكره مليح، قلت باش نخلي ميدان التدريب وباش نعلق مهمتي كمدرب ونرجع لميداني اللي نلقى فيه راحتي اكثر التعليق. هل انه التاثيرات كانت كبيره، الاصرار كان كبير ومسؤول الترجي اللي خلاك تغير الموقف هذا؟ والله خاصه من جماهير الترجي جمال، جون بعدد وافره واجب، هذا واجب بالنسبه لي انا، تعرف تربيت وترعرعت في الترجي، ما نجمش معناها نتخلى عليه في ظروف صعيبه كما هي اللي موجود فيها هي توا. ان شاء الله ربي وفقنا، وان شاء الله اولا معناها المسؤولين نتاع الجزيره الرياضيه يتفهموا وضعي ويتقبلوا معناها الحكايه ان شاء الله. نبيل، هل المشاكل الاشكال كان في المدرب في الافكتيف في عدم التصرف كما يلزم؟ لا شوف، وقت اللي يكون فما نجاح جمال، نجاح مشترك في كل الناس معناها من اطار اداري لاطار طبي لاطار فني للجماهير، وقت اللي يكون فشل لازم الناس تحمل مسؤوليتها. الفشل الجماعي مش فشل المدرب فقط، انا الشيء اللي نقدر نقوله وهذا قلته من قبل، انه ذاك السيل جاء في وقت تعيب 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 جدا جمال، مش من السهل انك باش تخلي ملاعبيه هازين معناها شامبيونات دو تونيزي، هازين كوب دو تونيزي، هازين شامبيونز ليغ، مشاو يشاركوا في كاس العالم باش يرجعوا يقعدوا مركزين كما يلزم للموسم اللي بعده. صعيب برشا انا بالنسبه اللي هما وصلوا للسيمون، معناها صعيب انك تخليهم لا تيت سور لي زيبول وتخلي عندهم معناها الجريتا والروح اللي لعبوا بها العام هذاك. هذاك معناها ميشيل ديكاتير كانت عنده مشكله، تجي تلقى روحك تدخل على فريق جمال وهو معناها متوسط او اقل متوسط ونتائجه سلبيه. لا، السعيب وقت اللي فريق تبدا نتائجه ايجابيه سيدة السنه ورا معناها اشياء كرويه ممتازه جدا وتحاول باش تخليه في المستوى هذاك. يعني نقول انا ماهيش غلطه ديكاتير، غلطه مشتركه تاع كل اللي محيطين بالترجي الرياضي. سمعنا نبيل معلول كانت عنده شروط كبيره وبما فيها شروط على مستوى الانتدابات، صحيح الكلام هذا نبيل؟ لا 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 باديتو معناها بالعكس، ما نجمش تكون عندي شروط كبيره، خاطر صحيح اذا كان معناها مش يقع التفريط في هذا في بعض اللاعبين لازم تكون هناك انتدابات، لكن ماهيش انتدابات كبيره، انتدابات معناها حسب المراكز اللي يستحق فيها الترجي الرياضي انتدابات، وانا معناها مش كل واحد ياخذ حقه. ديجا معناها اداره الترجي الرياضي التونسي قطعت شوط كبير الانتدابات وخمس في الانتدابات منذ فتره طويله. يمكن نيانج يقولوا انه يمشي، وين الاشكال، وين الانتدابات اللي تحب انت تكون موجوده؟ والله حسب رأيي انا الشخصي، احنا في حاجه معناها للاعبين في كل كومبارتيمون، في الخط الخلفي في حاجه للاعبين، في خط وسط الميدان خاصة صانع العاب إذا كان الدراجي معناها مشى للسيون،
وفي حاجه معناها المهاجم اخر في الخط الامامي ما تمش كلام معناها في لي تروا كومبارتيمون، في كل كومبارتيمون حجم لاعبي اذا كان حبوا نعملوا معناها موسم متميز ونكملوا الموسم هذا على اعلى مستوى. نبيل حكيت في مده العقد في الامور الماليه، اعطينا صحيح كان ثم حاجه. والله زي ما قلت لك معناها تو ديبون من المسؤولين نتاع الجزيره الرياضيه، ان شاء الله نلقى الموافقه نتاعها مدخر معناها ما نختلفوش انا وسي حمدي اللي باش يعملوا هو مبروك. الشامبيونز ليغ على الابواب، النجم والترجي في نفس المجموعه، هل انه هذا عامل ايجابي ولا عامل سلبي؟ لانه ربما البعض يفسر يقول لك لو كان ما تحدش ليتوال والترجي مع بعضهم كان افضل، ثم شكون يقول لك لا بالعكس تحوا مع بعضهم ينجموا يتفاداوا انهم يلعبوا الدور نصف نهائي مع بعضهم، وبالتالي ثم امكانيه انه الدور النهائي يكون تونسي. كيفاش ترى قرعه الدوري ابطال افريقيا وتواجد الترجي والنجم فرد مجموعه؟ انا ما نحببش انه انا شخصيا معناها ما نحببش انه الترجي والنجم يكونوا في نفس المجموعه جمال، لانه معناها الترجي قادر باش معناها يوقف الاطوال في سوسه، والاطوال قادر باش توقف الترجي الرياضي في تونس، وهنا معناها الفريقين الاثنين باش يخسروا ينجموا يخسروا النقاط في بعضهم، وهذا لصالح الفرق الاثنين الاخرى، بينما وقت الترجي نجم يكون في مجموعه والنجم الرياضي الساحلي يكون في مجموعه باش يلعبوا ضد فرق اخرى ونجموا يرجعوا، خاطر الترجي والنجم متعودين على بعضهم ويعرفوا بعضهم معناها معرفه كبيره، ينجم كل واحد يوقف فيهم الثاني، وهذا معناها باش يخليهم يخسروا نقاط في بعضهم هما في شرح الفرق اخرى الموجوده، لكن هذه قرعه وظن معناها انه قرعه الترجي والنجم الرياضي الساحلي اسهل صراحه معناها خلينا نقول من المجموعه الاخرى اللي فيها ثلاثه عمالقه الاهلي والزمالك ومازنبي، لكن دائما نقول انه معناها كاس معناها الشامبيونز ليغ دائما فيها مفاجات، دائما يطلع لك فريق ما قريتلوش الف حساب، هذاك علاش لازم معناها الفريقين الاثنين يكونوا مركزين، وان شاء الله ان شاء الله علاش لا معناها نشوفهم الاثنين في الدور نصف نهائي، وعلاش لا يلعبوا مع بعضهم الدور النهائي. نبيل تتذكر اكيد دخولك للترجي في الموسم الفارط، ثم تشابه نقاط تشابه ولا مختلف الوضع حاليا؟ لا مختلف معناها الوضع مختلف جدا، مش نفس الوضع معناها في الوقت هذاك بالذات، تذكر جمال معناها بعد مباراة النجم الساحلي بدينا وقت كبير، جات الثورة قعدت شهرين ممكن وانا نخدم مع المجموعة، عرفت المجموعة عرفت الانتدابات الجديدة، لكن الوضع مختلف، لكن ايضا من ناحية أخرى لازم تقول أنه المجموعة اللي موجودة تو نعرفها تو كلها، وممكن فما انتداب ولا اثنين لاعبين نعرفهم من قبل، لكن ما نعرفش الكاركتير نتاعهم بالجدا، لكن الحمد لله معناها تنجم تقول انه المجموعه تنجم تكون في يدي في وقت سريع. خليني نختم سؤال اخير نبيل ومشكور على الحوار، يعني بعد هزيمه مع صفاقس، ماتش مع سيابي نهار الاحد، ثم مباراه كاس مع النادي الصفاقسي، في نقاط نتاع الفارق تقلصت، كيفاش باش يعمل نبيل معلول؟ شنو الاولويات؟ طبعا الاولويات ناخذ مباراه معناها انا موجود بعد ثم 10 ايام راح في الحلول كانت نبيل تقوي شويه، كانت تقوي شويه في صوتك، نعرف اللي برشا حاس خذيناك في بلاصه ربما. لا معناها قلت لك انه ناخذ مباراه توا، معناها ثم المباراه تاع النادي البنزرتي اللي هي مهمه جدا، اما تصعد الفارق ولا تخليه باربع نقاط ولا الفارق يولي بنقطه فقط مع النادي الرياضي البنزرتي، لكن انا عندي ثقه في اللاعبين الموجودين حاليا في الترجي الرياضي التونسي انهم باش يعملوا نتيجه ايجابيه، انا موجود معهم حاليا معناها باش نكون محيط باللاعبين، مانيش نقعد على ذاك الاحتياط، لانه كما قلت لك معناها تعرف انه ما عنديش حق مازال عقدي معناها موجود مع الجزيره الرياضيه، ثم بعد ذلك باش نعطيو معناها قسط راحه للاعبين اذا كان معناها بعد ذلك اذا كانت توصلت الحل مع اداره الجزيره اليوم ان شاء الله في الاسبوع القادم يوم الاربعاء ولا يوم الخميس نبداو في التمارين، ناخذ مباراه عندي 10 ايام معناها كامله باش نوضع النقاط على الحروف ويرجعوا اللاعبين من المنتخب نتاعهم من المنتخب نتاعنا، وبعد ذلك عندنا مباراه شبيبه القيروان ونبداو معناها في الفلاحه الجديده ان شاء الله نتاعنا اللي تكون موفقه. نبيل يعني كلمه اخيره، الاطار الفني باش تعمل مع نفس الفريق اللي خدمت معاه قبل ولا فما تغييرات؟ ان شاء الله ان شاء الله باش نحاولوا معناها نخليوا الماكسيموم من الناس اللي كانت معايا داير اللي موجودين توا معناها باش يقعدوا تقريبا، بعد طبعا ميمي دي كاستيل جاب المساعد نتاعه ويزور اللي ماشي معاه معناها ومشى معاه،
فما خليل معناها شباب اللي باش يكون موجود معناها كمعد بدني ان شاء الله باش يكون فما معناها ان كولابوراتور ما حبش نكون مساعد انا ان كولابوراتور وان شاء الله باش ندعموا معناها ستاف تكنيك لبناس اخرين ان شاء الله. اعطينا الاسامي ما دامكم معنا نبيل اذا كان موجودين الاسامي. والله يا جمال صدقني ما زلت ما نعرفش صدقني حتى الساعه الرسم روحي انا باش نرسم واضح حتى ان ربي سهل خلي معناها صعيبه الحكايه مع الجزيره ماهيش سهله معناها البند معناها اللي حطوه لي صعيب شويه لكن ان شاء الله معناها نتمنى انه باش نسوي الامور معاهم ان شاء الله. ونبيل مشكور برشا على الحوار هذا الحصري معك يعطيك الصحه نبيل وان شاء الله بالتوفيق والنجاح واكيد اكيد نفرحوا للمدربين التوانسه وقت يشدوا النوادي الكبرى. شكرا لك نبيل.